عايزين بقى نشوف فكره نركب بيها كده عشان نركب الكاميرا، لان الكاميرا لو ما ركبتش هزعل جدا. لو الهوا زق الكاميرا كده ولا كده هتبص تلاقيها بوظت لك كل حاجه. انا عايز افرجهم على اللقطه دي. ما هنتفرج واحنا هنتفرج. هات لي الكاميرا كده يا محمد. هات الكاميرا. ماشي هنطلع بقى، جهزنا الفحم بتاعنا الطياره ونطلع. يلا طيارتنا العملاقة يوعد سياحة هادي. كان السطح ليه مفتاح. هوبا طيارة. انا ركبت الكاميرا اهي، ركبتها ثبتها من ورا. الهواء هنا ايه شديد جدا. بص ركبت الكاميرا فين، ربنا يستر بقى الكاميرا دي ايه ما تروحش. ماشي انا بقى نفطر هنا بقى، هنشوي النهارده. شوف وفاء تعمل لنا شوي ايه يا سيدي يا سيدي. الدلع كله فاضل تقريبا ساعه. هو الجو دلوقتي جميل، تحفه تحفه. بس الجو هنا عامل ازاي والهواء الريح جميل. يلا هولع لك الفحم. الحمد لله يولع الفحم بالاستشوار. بعمل له استشوار عشان يكسر. بس بعد يا عيل عشان الدفان احنا بقى، وبعدين يكفر الطياره بتاعتي. اهم شيء عشان نولع على الاكل. خلاص كده ولعنا الفحم وحطينا فراخ شوي متبله. ماشي ادي بقى ايه، عايزين بقى ايه للحظه الحاسمه بتاعت الطياره. فردناها وربطنا فيها شله خيط. شله خيط اهي كبيره. تعالي بقى وفاء امسكي كده. بجد عشان انت هتروح البيت. اه طير الطياره. تعالوا بقى كده هناك. مش محتاج انك تجري على ما تطير ولا هتطير ازاي؟ لازم اجري. طب ايه ماسك لك الشله بتاعت الخيط؟ ما هو بالله عشان بص يا ماما لحظه الطيران. الطياره ربنا يستر على الكاميرا. انا مش لم الطياره شهدت عليها قبل ما تطيرها. المفروض لازم يكون في هواء. ما في هواء على فكره. الهواء جاي من هنا. الهواء جاي من هنا اكتر. هاي حمدي تعالى عكسي هنا الهواء اهو. بص حتى الحمام بيطير فين هناك اهو. يلعب اب طفل. عشان كبيرة، عشان السبعية بتاعتها كبيرة. لا الهواء، ما انا بقولك الهواء هنا اكتر. بص الحمام حتى، بص الحمام فين. الهواء كله جاي من هنا اهو. هوا 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 هوا. حد يسلك الديل بسرعة. ايوه افردوه افردوه افردوا الديل. ارمي السبعويه بره. بس طير بقى يا حمدي. في الهواء المفروض الهواء هنا فظيع. زمان كنت كده برضه. تعمل كل تيجي داير لا اجي طير الطياره ماليش هواء. شفتها وارتاحت. ومش قالوا هيبقى في عاصفه. فين ايه؟ راحت على حظك. احنا مفيش ولا نسمه هوا. ده احنا لما طلعنا المره اللي فاتت كان الهوا ايه؟ كنتش عارفه ايد الشعله من الهوا. طب ممكن اشوف الفراخ اللي هتتحرق؟ روح بص على الفراخ. شوف الفراخ. المغرب هتبدا. انا لسه ما خلصتش الاكل. بسم الله. انا بتاعت حته. بس. طرت؟ الفراخ هتقع. حيوان اللي كنت عايشه معاه انطارت. بتقلب والله بتقلب. هي عايزه دفعه هواء شديد تبعدها. خلاص لو طارت يستعجلك ايه؟ عايزه الحق انزل اعمل بس بسرعه. Thank you.
هي راحت فين؟ اهي شمعت قطع. ليه وقع؟ كانت شمعت قطع. اه علي مش هتطير تاني ولا هتطير تاني؟ ايه؟ مش هتطير تاني؟ لا تحتاج تتصلح كده. بصوا المشمع اتقطع عشان خفيف اتقطع كده فعشان كده قعدت تميل ايه بالعكس. تعرف بقى تنزل تجيب مشمع من تحت. بص تلاقي المشمع اللي احنا كنا نعمله في الاول ده هاته وهات حته سخيط. بس رايك جميله. بصوا بقى ايه هصلح الحته دي وارجع اطيرها تاني. شفتوا بقى اخره اللعب؟ المغرب اذنت والعيال نزلوا يسلكوا الطير عشان شبكه. انا هغرف ماليش دعوه بحد. محرين بقى يجوا ما يجوش انا هفطر. المغرب اذنت على الشهد الوقت وليه اذان. المفروض ساعه اذان المغرب تسيبوا اللي في ايدك وتيجوا. الدنيا هتضلم مش هنشوف نفطر. الفراخ اتحرقت استوت ولا لا؟ قلبها ولا بص عليها؟ سيبوها متشعلقه مش مهم. انا عملت اللي علي. المغرب اذنت وغرفت هطلع بس الفراخ المحروقه اللي حرقوها دي ونقعد نفطر كده. عامله اللي عليا وزياده. تشاهد وضع يوم الضاع اللي قلنا لك عليه. انت طبعا فطر العصير راح فين؟ الحمد لله لعبنا بالطيارة. ها يلا كانت شبكة تحت نزلوا جابوها لي. الحمد لله. الفراخ اتحرقت؟ اه طبعا عميلة. مش انا وانا مالي انا سبتها لما انزل اعمل رز قلت لكم خدوا بالكم منها صح؟ هعمل ابقى بروحين فوق وتحت. مش كنت بلعب مش فاضي. خد يا حلوة يا ابو طيار. ايه رايكم في الاضاءه؟ شغلت السوفت بوكس 100 100. حلو كده؟ اه يلا نفطر بقى. بس انا غسلت ايديكم؟ اه احنا غسلنا ايدينا. نروح نغسل ايد كوبايه شويه كده. لا يلا عدت الشريف ايه؟ يلا ناكل بقى. اتاخدوا كده وسعولي وسعولي اتاخدوا على بعض كده اهو كده اهو كده اهو. انت مش طارت الطياره المفروض ما تفطرش بقى. يا سلام. بسم الله. وانا كده طالع في الكاميرا؟ ايوه بقى اهو. بسم الله. خد يا حلو الرز ده. عايز اقول لكم ان الجو هنا مثالي. خد يا عيال. صح؟ هي اتلسعت مش اتحرقت. يعني من اقشر الجلد. لا اتحرقت حرقها عشان يلعب بالطياره. اكيد ما استوتش من جوه عشان المفروض تتقلب. استوت؟ انا قلبتها. قلبتها؟ اه والله بس بعد ما اتحرقت. حتى لك من قلبك يا سيدي. قرب يا وفاء. بص على حط منابك على الصينيه عشان تاكل. قرب على امك كده. حط الفراخ بتاعتك على الصينيه كده. قرب يا وفاء. شكلي بتضوء مفيش وقت للاضاءه. قربي. طب احنا قاعدين على السطح اتبقي ايه؟ احنا قاعدين على السفره مستويه و100 100 يعني. كل. نايحه. نايحه. اهلا وانا اللي حرقها. جميله قوي. وانا اللي حرقها. قوي. انت يا ستي قوي قوي. مش بعرف اعمل الرز. وما قلت انت هتخلي بالك. انت ما قلتليش خلي بالك. نعم. انا شميت ريحه دخان رحت جاي لقيتها مولعه. انت كان اعمل رز منك استنى اعمل. هو الفحم جديد. انا كنت عايز اعمل رز هنا ولا حاجه بس ما خدتش. ايه رايك؟ جميل صح؟ بس ايه رايكم في الطياره مطار؟ الطياره فكره ابوك والاكل فكرتي. فكره مين الاحسن بزمتك؟ انت منافق. الفراخ المشويه ولا الطياره؟ لا هو الامتع. الاكل مش من الطياره من الفجور. اها كلهم طيب. هو ده بس منه منافق. بتجاملني؟ بتجاملني مش حقيقي؟ لا بحب اكلك. ما بتحبش الطياره؟ طب مش بتلعب بالطياره؟ لا قول له انت عارف الطياره. مطارت يا اخي. طارت؟ طارت طارت والكاميرا راكبه. صورتنا؟ اه يا خيالك اتفضل اتفضل. بس يا رب تكون صورتنا من بعيد. هسه ما جلد في الجلد يا اخو. ما شلي في الجلد عشان محروق. جلد. كلي بقى. سخنة قوي. يا سلام. متعودة. متعودة ايه؟ عشان انا جلدي رقيق. انت تلاقيك من الناس كانت الحبس بتهري ايه؟ لا على طول كده. جلدك من جلدي؟ ايوه مش انا جلد راجل. بس اكله سهله. بس جامده. الفراخ طعمها تحفه. والرز برضه. احسن حاجه في الفراخ التسويه. احسن حاجه في الفراخ التسويه ازاي؟
التسويه ادام مظبوطه خلاص الفراخ تطلع حلو. العظمه طالعه ايوه. مش انا انت عملت حاجه؟ مش انا اللي مسويها. اه بدله الطياره اللي كنت عملت الطياره. على فكره انا طلعت كذا مره اقلبها والله. ما قلبتها والله. انا طلعت كذا مره ولا لا؟ قلبها مره. انا طلعت جبت الشوكه قلبها انت مره واحده. انا طلعت كذا مره. طيب بس اخر مره دي بقى كنت اتلهيت في السلطه وبتاع. الله ينور عليكم. بس الفكره حلوه. احنا طلعت طياره بنطلع على السطح. نستغل منكم طالعين نفطر فوق. انا عارفه ان انا لو كنت تحت وندهت للصبح انزلوا تفطروا مش هتنزلوا. هنعيش على ما تنزل. اعمل لكم شاي. انزل اعمل لكم شاي. لا اعمل لي شاي هنا على الفحم. انزل اجيب العيد. عندك برد؟ اه عندي كنكه وعندي كل حاجه. حط لنا على الفحم. يبقى كده شوي و نقعد الفجر لما يغلي. ليه؟ بس مغلي بتاع الفحم ما يتشربش الا مغلي. ايوه لا اوقف عايز اشرب على الفحم زي كده. ابويا كان لازم لما نشفي لازم يعمل شعر. اها الفراخ عجباني جدا. هو ايه ده بطه؟ دي بطه طياره. دي بطه بقى عارفاها ايه يا بطه؟ عارفاها ايه يا بطه؟ دي بطه فراخ مش بطه. نفسك في البط؟ انت وسخت. زعلانين منك عشان ما بتقيش تكلميهم اهو زعلانين. قول لهم حطوا لايك. قول لهم حطوا لايك كتير. حطوا لايك. لا بصوت عالي. حطوا لايك. يلا. خدوا بالكم ان في حبهان في الرز. لقيت واحده. ده احلى حاجه الحبهان ده. بتاكله؟ بتاكله عادي؟ اه. ما زمان لما كان بيجيب صنايعي. مش الحبهان. حبهان والله. انت كنت بتؤمن على الاكل لوحدك بس في وقتك. ايه؟ حبيته ليه؟ كنت قصدك على حاجه ثانيه. تقريبا عشان بقى كتير انت ايه؟ تعودت. بس انا ما طلعش من رز خالص. انا مش هتقول بس اللي انا بيه. حلو يا فا؟ قول لهم حطوا لايك بقى. لايك. ايوه. عشان هما زعلانين منك عشان انت مفكرينك ان انت زعلانه. انت زعلانه؟ زعلانه منهم؟ اسمه عيد الفطر مش عيد الصغير. احنا من زمان الصغير والكبير. من السالفه كده بسموه على صغير 3 ايام عشان بيجي الاول فهو الاصغر. سلام. المفروض اللي بيجي الاول هو الاكبر. بس اني في عدد الايام اكتر الاربع ايام ولا الثاني 3 ايام يبقى مين الاكبر؟ الكبير. الاربع ايام اكبر الصغير. وفاء بتفتكس. طب والله طول عمرنا بنقول الكبير والصغير. ما احنا بنقول كده بس المفروض لما نكبر نبطل الكلام العبيط. نبطل الهيافه. بس ما تقوليش انا صغير الكلام ده. لما نكبر نبطل اللي بنعمله. ما انت ما كبرت وما بطلتش تشتري الطياره. دي هوايه. انا بتكلم على جمله من غلط او كلمه غلط. لكن دي هوايه. بس كبرنا عليها خلاص هي لزقت في مخ كده. قولي له هو اللي بيقول عليه تقول لك الدنيا ضلمت خلاص. الدنيا ضلمت خلاص مش عايزها يعني؟ اه عايز مش عايزها. لازم اضفرك يا كوكي واكلها لك بدل ما انت حاطه على هدومك كده. يلا ننضف ايدينا ونعمل لنا شاي. السهره الجميله دي. اعمل لنا شاي بقى يلا. ماشي هات لي ميه. طيب جمعي ده كده اهو. عشان تضيفك جواها. ما انا عارفه ده انا خبره فوق. انت بشوفه ايه وبيعملها؟ انت كل حاجه كنت بتشوفيها والله العظيم عايشين الحاجات دي كلها كنا بنعملها. مالي انا كل حاجه تقولي شايفها. كنت شايفها اخويا. كنت شايفها ابويا. حاجات كنا بنعملها. ابويا كان بيحط الكنكه في النص ويخلي الولعه حواليها الفحم حواليها وكان بيغطيها. لا ما هتغلي ازاي لو ملتها كده؟ اه بعدين ميه ساقعه تقعد شهر على ما تغلي. لا مش السكر بس كان بيتعمل بقى في براد مش في كنكه. انت بتحط السكر؟ ايوه كان بيلقم كله. ازاي؟ شاي وسكر لا ما هو انت كده هيبقى انا بشرب مسكر وانت بتشربيه دلع. الشاي بس. الشاي الفحم كان بيبقى متلقم جاهز. لا انا بحبه تقيل عشان يحبس. هو ايه ما بتحبش الشاي المغلي اصلا. والله العظيم بيتقلب. بحب الشاي السكر وكل حاجه. طب جربه. انت بتحط الشاي على طول. ماشي وهي هيبقى مسكر. طب انت قلب. انت بتحب الشاي؟ ما انا بشربه مسكر. اصلا بتحبش. اعمله مظبوط انت زود السكر براحتك. ماشي. تمام؟ في النص هنا اهو. طب ممكن ما
تجيبش العصر عليه. كل حاجة هنعملها في الفحم. ناقص ايه بقى في القعدة دي؟ دورة. دورة؟ مش دورة. كنا جبنا دورة كنا في اليوم اللي بنشوف فيه. بنعمل فيه دورة. المرة الجاية دورة. بطل الفحم. انتوا بقى كنتوا بتعملوا كده؟ اه. المرة الجاية دورة مش لحم. أو بطاطا. لا احنا كنا بنشوي دورة مش بطاطا. بطاطا تشوي في فرن الخبيز لما كنا نخبز. انما الدورة كان ابويا يحطها لنا كده ويقعد بقى يهوي. ايام. ايام جميلة. خليك محمود ده كان لنا وجدك بيعمل زي ابوك كده في وفضلت تحكي لنا حواديت. في الفحم وحط الكمشة في الارض وراح جاي محمود دايس عليه. الناس يا اليوم ده. يبقى شايل فحم، شايل الولعة. نقعد جنبيه بقى لغاية لما يغلي. ليه على ما يغلي؟ بس بيبقى طعم مختلف. بس واخر نوع ظبطناها اخيرا. انا مش شايفاه في الكاميرا، مش الكاميرا مش جايباها. سيب حبل، سيب 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 سيب. انا اروح بعيد يمكن اجيبها كده. مش هبقى هي صغنونه خالص في الكاميرا، مش هبقى لو بالنهار دي وينفع تسيبها طايره لغايه الصبح. عايزه تسافر. ليه تسافر وهتجيبها ازاي؟ وماشي عشان الحبل بيحمي ايدي، بيبوظ ايدي. مش هيشوفوها في الكاميرا، زباينة صغنونة خالص. انا شايفاها اه، يعني انا شايفاها بعيني، انما في جوه الكاميرا لا. مش بعيد قوي. طب وانت لو عايز تلمها يا حمدي تعرف تلمها؟ ايه؟ لو عايز ترجعها تاني تعرف تلمها؟ لا بجد والله؟ مش بتلف الشلة ترجع؟ لا والتيشيرت جامد. الشلة لو شدي جامد. انا فاهم ما الهوا بيعلى كل ما بتطلع. مش هتعرف تجيبها. ايديك خساره. عارف لو الكاميرا فيها؟ الكاميرا فيها يا حمدي؟ اه. يا نهار. الكاميرا فيها؟ مش فيها. لا انت خايف على الكاميرا مش خايف على الطياره؟ ايوه بدايه الطياره، انما الكاميرا لا. خبر ابيض، انت مش شايفاها، ضاعت في السما. انا مش عارفه اشوفها بالكاميرا خالص. يعني بصوا في حاجه صغنونه قدامكم كده في السماء. بصوا ركزوا كده. بسبوسه. مش باينه خالص، سافر بعيد. بسبوسه صغنونه جت عند النجوم. افرض هتحط حد في الفضاء ممكن تطلع كده. عمرك شفتي حاجه كده قبل كده؟ لا. احنا كان اخويا بيضرب بس مش قوي كده. يعني امسك الحبل. لا لا تاخده بتجري يا حمدي. حمدي لا تاخد الولد استنى. واحد واحد الشاي هيغلي. واحد واحد يمسكها. تقيلة. ها تقيلة قوي. تقيلة؟ اوعى بتقلب. والله انا مش شايفاها. انت شايفينها؟ اه. امال انا النظر ده ايدك كده. اوعى تقع على الفحم. مش جايه في الكاميرا خالص. الخيط لسه بحالي. المفروض ان هي كده في السما. انت جاي في خيط دفتره اصلا. ممكن الخيط يخلف قوي. جاي في خيط قوي. بص الخيط قد ايه؟ لسه كتير قوي. وديها شوبر. شد جامد جدا. ايوه الهواء بيعلى كل ما بتطلع فوق. بتنزل بتنزل بتقلب بتقلب نازله نازله. بتقلب. نازله 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 ايه؟ بتنتحر. لا جديد. بتنتحر. العقل يا المشكلة انها مش باينة في الكاميرا اساسا. شدوا معايا ازاي؟ في الكاميرا يا حمدي مش باينة. اسحب بسرعة اسحب بسرعة. تنزل على البيوت مش عارف تجيبها. اسحبوا. شيل لف البكرة. البكرة يا جماعة. البكرة يا جدعان. البكرة تخف في ايه؟ انفذت في الارض. امسك لم لم. استنى بتطلع لفوق تاني. خبر ابيض. ايوه لم يا محمد لم كده. مش مهم الخيط. ما هو يا ابني الخيط اللي بيخليك تتحكم فيه. عشان نلمه هيتكعبل. لازم هي تطير ونلمه بالراحه. هلمه ولا لا؟ انت بتبقى متحكم بالشله في ايدك اصلا، ما عارف انت سايب الشله من ايدك ازاي. مش باينه خالص في الكاميرا، عايزه اجيبها مش باينه. اهي هناك اهي. هناك. عمرها ما هتيجي في الكاميرا. طب حد يلم الخيط. الشاي هيفور. عايز الحق الشاي. سيبنا من الطياره بقى. الشاي غني الشاي غني. نزلت في الجبل؟ لا هتنزل. مش قادره.
اللي هو جديد عليها فوق. نفسي اجيبها لهم في الكاميرا مش راضي تيجي. مش هشوفوها عمرو. هاتوا الشلة الخيط بقى امسكوها جاي. انا صوركم انتوا كده كده البتاع مش جاية اصلا. انا صور ايه؟ فراخ؟ اشد؟ بصوا عليها بس لو لقيتوها بتنزل قولوا. اشد؟ اشد؟ هي راحت فين؟ طلعت في العالي. اوعى رجلك لبلاش. اه في العالي فوق هناك. لو النهار طالع. ايه ده؟ بتنزل تحت. نفسي تجيبوها، شوفوا انتوا بتجيبوها تعرفوا ولا لا. جيبوها بطيارها تاني يا حمد، عايز اشوفها وهي جاية. سيبوا الشاي لو عطرنا في كل حاجة، شاي وفطار وفطار وفي كل حاجة. يا ما نلعبش، اوعى تقع منكم في الجبل. المفروض بقى يبقى في براد عشان التفر ده يعني. يا سيد شوف بقى كده سكرك، لو عايز سكر تاني اجيبه. ايه رأيك في الشاي؟ لا حلو مظبوط، بس كده انا مظبوط سكره عليا انا. ما انا حطيت زودت شوية صغيرين ليا وزودت ليك انت اكتر، انا اصلا كنت عاملة دلع عن جد. انا بشرب الشاي دلع. مالك ايه هايسين في الطياره؟ اول مره نسيتي طياره اصلا. فرحانين؟ لا الا لو الدنيا نهار بقى وشايفين. وتقع. ايوه نور عليها كده يمكن تيجي نشوفها. ليه مشكله؟ نور السماء. انا شايفاها بس مش باينه في الكاميرا. انا كنت عايز اسيب الخيط ده كله، بس الخيط قد ايه؟ طب ازاي يعني؟ كنت هسيبه ده كله، بس هي مش هتستحمل الهواء هنا شديد. بس هطيرها تاني، بس هتقلها بقى. تقل ايه؟ هحط الديل تاني اللي انا شلته، عشان هو قاعد تلف كده علشان خاطر الهواء شديد. دي عمليه حسابيه فيزيائيه. فضا، دي عمليه فضا. اه ده شغل الفضاء ما تفهميش فيه. انا بدات اشوفها اهو، بدات تبني حمدي في الكاميرا. ايه؟ اه هي المشمع اتفك عشان كده كانت عماله تتقلب. اه صلحها بقى. مش النهارده بقى كفاكت. اصلحها النهارده؟ هتنزل هتنزل هتتقلب هتتقلب. المفروض يلف الشله بقى عشان الخيط ما يتلعبكش. جت اهي لسه جايه من السفر اهي. ظهرت ظهرت عشان قريبه، انما بعيد مش ظهر. بص شفتي بقى المشمع مقطوع. اه لو كان الكاميرا فيها. المشمع مقطوع ازاي؟ كده اتخلع. كده عايزه مشمع اجمد؟ عايزه مشمع اقوى. عندي تحت في مشمع اقوى، عندي تحت المشمع القوي شفاف كمان. اللي هو بتاع المراتب يا حمدي، مراتب البنات. نشيله؟ اه نشيله ونركبه. صح؟ هيبقى جامد وهيبقى حلو. خلاص كده. وبقى ايه يومنا النهارده كان ممتع جدا وكان حماسي وكان اسطوري بالطياره الجامده اللي احنا عملناها. راحت بعيد قوي. راحت بعيد. بس الطياره محتاجه صيانه وكمان هن. المهم ده بنسمعهم عشان مش هتسكت لما يسمعوا. اه. اخيرا اتكلمت. حطوا لايك. بقى لها حلقتين ما بتتكلمش. مش هتسيبوا يتكلم. كانت زعلانه. كانت زعلانه جدا وكانت مستنيه ان انتوا تشجعوها تقولوا لها حطوا لايك. فلو حابين نعمل جزء تاني ونطير معاكم الطياره بعد ما تتصلح ونحط مشمع اقوى. مش هحط الكاميرا فيها تاني. لا مش هحط فيها الكاميرا، انا كنت حاطط فيها الكاميرا بس في اول مره علشان تشوفوا ايه الشكل عامل ازاي. يعني صورت حته؟ اه. لو حابين ان احنا نطيرها معاكم تاني بعد ما تتصلح قولوا لنا في الكومنتات، ونبعدها بعيد ونسيب الخيط كله بس نحط بقى ايه. بقى واطلع اعمل اكل برده، بس ننقي اكله تانيه. ننقي اكله تانيه ونطلع نعملها هنا. فالجو هنا بيبقى جميل جدا وتحفه. اه الفراخ ماشي. ممكن نجيب دوره. اه قلنا في الكومنتات واضغطوا لايك كتير، وصلوا لو وصل الفيديو دوت ل 70,000 لايك هنطلع نعمل جزء تاني هنا اهو بالطياره بعد ما تتصلح. نعمل ديل اقوى بس بعد ما نخلص حاجات العيد ونبقى عشان تعطلوني. ماشي ورايا شغل بعد العيد. هو شغل العيد ما بيخلص؟ بعد العيد نخلص حاجة العيد الاول بعدين عشان تعطلوني. خلاص يلا اشوفكم ان شاء الله على خير وحلقه قويه تاني. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. باي.